هنا رانا في لاصال تاع سبور نشوفوا ابوبري وشنو البروغرام ديالهم. حنا ما نقولوش سبور، حنا عندها واحد الاسم يسموها لا ميكانوثيرابي، يعني العلاج بالالات شبه طبي في هذا الجناح والالات شبه رياضي. هادو اللي يتعاطوا المخدرات على بالكم بلي عاجزين على كل شيء، ما يقدر يدير سبور ما يقدر يكون، على حنا نحفزوهم باش نعاودو نحافظوا على الكور تاعهم. والشيء اللي خلاهم باش يجونا في هذا المركز هذايا سيك ما كاش دواء، هنا ممنوع دواء، ما عندناش دواء، هنا علاج طبيعي. عندنا آلات راك تشوف فيهم، عندنا آلات، وكل خطره كل خطره في الاسبوع هاد الشباب يجي. هذا جروب تاع نهار الخميس، ولكن كاين جروب تاع نهار الاثنين سما بار جروب. بار جروب يعني كل جروب في حوالي واحد 12 في اطار العلاج البسيكولوجي سماها لا لوميونوثيرابي. راني نشوف في ليكولار تبدا تزير لهنايا وهي تزير. ايه صح. هذه سيدها ديجا ولا جامي سيدها؟ واش الحاجه اللي عاوناتك هذه؟ مليحه تريح شويه، مليحه كي تنحيات بروك ريات شويه. هذا عنده ان كاسك في راسه، سي تانونتي ديبريسور. واش حاب يقولوا انتي ديبريسور؟ كيكون انسان عنده الضغط النفسي وين يروح؟ يروح الكاشيات باش ينسى همومه. حنا فكرنا نحو الكاشيات ونروحوا في الات حديثه. هذا سي تان كاسك اونتي ديبريسور، ومن بعد نقولوا له واش راه يحس بهذا المساج هذايا. هذا الكاسك يتبع الاله الثانيه هذه راهي اساسيه في العلاج. لماذا؟ كي نكونوا نتكيفوا ولا نشربوا الكاشيات ولا دعوا الشر هذوما الدم يتحجر. كي الدم يتحجر فدير القلب يعود يعاني، لا سيركيلاسيون دو سون ما تدورش كيما باغي الحال. هذا راه يتعاونوا في الدوره الدمويه، هذا راه يتعاونوا في الدوره الدمويه. استرخاء كومبلي، استرخاء كومبلي، وسهلوا هنا واش راهو يحس. خويا هذه اللي راهي في راسك هذه واش راك تحس بها؟ تعاونك تروبوزي بها هذه. اسك سيتها ديجا؟ سيتها ديجا. دوك نتايا اللي راهي دوكا راهي فيك، اعطيني الاحساس اللي تحسو. تحسها شغل فيبري وتنسيك، تنسيك بزاف عفايس، شغل تتصولاجا بها. اسك تحسها مساج ولا وشنو؟